تحيات لكم أصدقائي المشاهدين، وأهلا بكل الأصدقاء اللي متابعين معنا هموم الناس من خلال مشاكل وحلول. موضوعنا اليوم أيضا يدخل بإطار الاقتصاد. طبعا وقت اللي بدنا نحكي عن الاقتصاد نحكي عن تداعيات فقدان النقد الأمريكي الدولار من الأسواق اللبنانية ومدى تداعياته على كل القطاعات. رح نحكي اليوم عن القطاع بالمرفأ، هذا القطاع الحيوي يلي مفترض أن يكون محاط بألف قانون وقانون من أجل حمايته، من أجل تطويره، من أجل مواكبة كل ما هو مطلوب لاستمرار هذا العمل بهذا القطاع يلي وصلنا لمرحلة فيه وصلت فيه المعاناة إلى حد لا يطاق وكبير. رح نضوي على حروف كل هذه المعاناة والمشكلة مع ضيفنا رئيس الغرفة الدولية للملاحة ببيروت إلي زخور، وبنفس الوقت هو النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية. أهلا وسهلا فيك. ممنونة كثير على الدعوة، وبحييك وبحيي مشاهدي التلفزيون. أنا بدي حيي جرأتك، لأنه بالواقع يلي لفتني إني أدعيك، لأنه يعني البيان يلي حضرتك أو المقابلة اللي أنت أجريتها ووزعتها على الوكالات شغلة كتير مهمة، ووصفت الأمور يعني على حقيقتها بغض النظر عن تسييس الموضوع، لأنه أنت وصفت الواقع بأنه هو تراجع دراماتيكي بحركة مرفأ بيروت، وحددت منذ بداية الحراك ب 17 تشرين الأول وصلنا لمرحلة بنقول الضربة القاضية إجت على رأسنا وبلشنا نحن نشل هذا القطاع. إلى أي مدى في ناس بيقولوا لا، الحراك قد يكون هو أساس بنهضة كلنا سوا نطلبها لمجتمعنا ولاقتصادنا ولحياتنا، ولكن أنت وصفت الواقع مثل ما هو. ليه من 17 تشرين فعلا حددت وقلت انه بلش هذا القطاع يضرب الشلل؟ لحتى خبرك شغلي، هو قطاع النقل البحري بلبنان هو الواجهة الاقتصاد، يعني وقت قطاع البحر يكون بحالة سليمة كل القطاعات بتكون جيدة. قبل الحراك انا ما عم بحط انه الحراك هو المسؤول، انتبه، مع حراك الشعبي، انا مع الحراك الشعبي مع المطالب تبعيتها، بس وقت صار فيها الحراك الشعبي وسكر طرقات وسكر، واهم شغله هيدي بكل سواهي المصاريف، مشكلتنا نحن اليوم عم نعاني بكل قطاعات عم بتعاني بالمصاريف. ما في دولار، ما في شغله اساسيه، في عند الصرافه الصناعيين والتجاريين وكلهم التجار المستوردين والمصدرين كلهم مرتبطين نحن بلبنان، مع الاسف الشديد انه بلدنا بلد استيراد امتياز. ما معقول بلد بيستورد 19 مليار او 20 مليار دولار بالسنه بصدر ب 3 مليار، هيدا هلا صارت بعد جهد جهيد، يعني هذا اقتصاد مثل ما بيقولوا العالم اقتصاد ريعي. نعم، نحن بدنا اقتصاد انتاجي. الاقتصاد الانتاجي يعني عندك صناعه وزراعه، دول لازم تمشيهم، وقت تكون هدول كيف بدنا نغطي 17 مليار العجز الميزان التجاري؟ منين بتجيبهم؟ مع الاسف الشديد ما الدول بالمنطقة كلها مضروبة، يعني الحروب هلا عم بتصير بالمنطقة، ما بقى في مصاري عم تيجي على البلد. نعم، وفي نكتة حصار. هلا الشغلة الأساسية أنا ما عم بحط على الحراك، حصار يعني أنا على المصاريف. شو الحصار اللي قصدته؟ ما في مصاري، ما بتيجي على المصاريف، هلا أهم شغلة. ما بدك دولار، كيف بتغطي بالدولار إذا ما عندك إنتاج صناعة وزراعة؟ مع الأسف الشديد الإجراءات اللي أخذوها المصاريف، نعم، انه ممنوع اول شيء تحول مصاري لبرا. انا مثلا كوكيل بحري بدك تفتح اعتمادات وتحول، ممنوع. انا كوكيل بحري بقبض مواليني بالدولار بحطهم بالبنك لحتى احولهم للشركه الملاحه اللي بسلها بلبنان. نعم، ما بقدر احول. شو عم بيصير بهالحاله؟ ما بقدر احول. في وكالات بحريه مليون دولارات، نعم، بدي احولهم لبرا، هدول مش عم يحولون يعني بورقه اثبات انه هدول مش لالي. نعم، مش لاقي مصريات. شغله ثانيه، التجار يا خيي، انت بدك تجيب بضاعه الزلمه ما بقول له لمصرف لبنان انت اعطينا مصاري. نعم، هدول مصريات انا حاططهم بالبنوك، بدي افتح اعتمادات ما بقدر افتح بنوك. والأسوأ شيء، أسوأ شيء هو الصناعيين. الصناعي بده يجيب بضاعه ليشغل معمله، وهو احسن وضع كان للصناعي هلا ينطلق هلا حاليا وبقى الوضع، لانه ما عم بيقدروا يجيبوا بضاعه. بدنا ننشط الاقتصاد الصناعي، نسمح له ياخذ مصرياته، ما عم يطلب من المصرف لبنان مصرياته،
يجيب بضاعه من مواد اوليه ووصف الاصلاح. طب بهالحاله انت يعني عم تشرح هذه المشكله والكل بيقولوا انه عناوينها معروفه. نعم. ولكن يعني اليه يعني التنفيذ ميدانيا على الارض كثير بعيده، يعني بنحكي ما حدا عم يرد عليه. ما حدا عم يرد. طب مش هيك انتوا لجأتوا للقضاء وقلت انه انت بعت كتاب لجمعية المصارف وبعتنا لسعادة الحاكم مصر في لبنان عم يقول له يا خيي اذا ضمينا هيك مش رح نقدر ما نلجا للقضاء؟ شو بينفعكم اللجوء للقضاء؟ بدنا شو هلا يا خيي هون النقطة بدك تشوف هالقضاء. طيب نحن معنا حق بالبيت، مش بس نحن، كل واحد راح على القضاء معه مصارف بس اخذ قرارات. القضاء اخذ بوضع المصارف قرارات مهمه. لك اخذ بس بده بلاع على الاستيرات ما مشيت. معلم اللقطه. يعني بهذه الحاله انتم كيف قطاعكم بده يستمر؟ لانه انت عم بتقول انه قطاعنا يعني بلش. مش بس كمان نحن اهم شيء مثل ما انا عم بقول انه نحن بلد استيراد هلا حيا للغير. بدك تضلك تجيب بضاعه. تجيب بضاعه بدك تفتح اعتمادات، ما بتفتح اعتماد ما بتجيب بضاعه. هلا شو صار؟ مرفق مصر، مرفق لبنان هلا حاليا ضم ماشي، هلا مرفق بيروت ضم ماشي لانه كل الاعتمادات كانت سابقه واجت، بس من هلا ورايح مثل ما انا بدي جديد ما بوقفي، يعني بده يصير في شلل مرفق بيروت، في خصم معاشات رح يصير عند شو لكن في بس بده بس في شغله بده يشيل موظفين، واحد مثلا وكيله بحريه نعم. شغله ماشي مزبوط عندها 100 موظف او 150 موظف نعم. شو بتعمل كيف بتدفع لهم لدول إذا ما في شغل؟ كيف بتدفع له؟ طيب أول شيء بتحمل شهر شهرين بعدين. طيب يلي مصريات الموجودين بالمصارف وأنتوا ما عم تقدروا تشتغلوا بهذه الحالة شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ قول لي. ما هو هيك هيدا المشكل تبعنا، وهيدا المشكل الكبير مش بس قطاع نعم مش بس الوكالات البحرية، صناعيين وتجار من بكره الصناعيين معطرين عاملين بكره دعوة طويلة عريضة. آخر نقطة سمعته للشيخ فادي جميل عم بيقول لقيامة ما حدا عم بيرد عليه. ما بيصير ما بيصير. واسوأ شيء شغلتين هن بالدولة انه تعطي فوائد انت زيادة على المصاري لحتى ما يقعد في استثمار بالبلد، وتمنع المصري واحد العام ياخذ مصرياته لإلي قبل مصرياته غير. طب استاذ علي يعني انت قلت اليوم احنا رح نبلش نخصم معاشات للموظفين، ممكن نستغني عن الموظفين ولكن عنوانته قلت والآتي أعظم. والآتي أعظم أكيد، لأنه لحد هلا لآخر السنة نعم. كل الاعتمادات هلا بتخلص، بده يفتح نعم. واحد اعتمادة جديدة كان يجيب لجيب بضاعة. شو المقصود بالآتي أعظم؟ شو بصير بالقطاع يعني؟ بشلل. هلا شغلة وحيدة بمرفق بيروت هلا عم يشتغل فيها نعم. هي هلا عم تقلع نتفة، هي في شيء اسمه حركة المسافنة نعم ترانسشيبمنت، يعني باخرة كبيرة عم بتجيب حاويات بتنزل لهم مرفق بيروت هي زايدة 16% يعني بالمقارنة مزبوط. بتجيب حاويات بتنزل لهم مرفق بيروت نعم. بتجي باخرة صغيرة مش للبنان هدول مقصد لهم نهائي ان كان بسوريا او بتركيا او باليونان، بتجي باخرة اصغر لشركة الشركة بتاخذهم بتزتهم هونيك نعم. هيدي الحركة كانت تمثل بال 2018 32% هالسنه طالعه لل 40%، هيدا حرك مرة. لو ما كانت موجوده هلا كارثه، لانه في تراجعات هلا يعني رح نسعى بعد شوي كله نازل يعني القطاع اللي هلا انت عم تحكينا فيه بكل السنين اللي مرقت والمعاناه والظروف مثلا من سنه ال 2011 نعم لليوم كنا نحن نغرد نقول والله القطاع النقل البحري عم بغرد غير السرب وعم يمشي عكس التيار، لانه كل القطاعات كانت عم تشكي ونحن عم نطلع طلوع. وقت صارت الحرب بسوريا قالوا كل بدها تقشر، بالعكس طلعت لانه بسوريا كان في عليها حصار، صار التاجر اللبناني ما بس يفكر بلبنان يجيب بضاعه، عم بيجيب للسوق اللبناني وعم بيجيب للسوق السوري، مش هيك طلع هيدا. بس هالسنه ما بقى بده يكفي بس ما معه مصاري يعني وين بده يجيب مصرياته؟ طيب اليوم يعني حضرتك انت قلت في تراجع عندنا بمحطه الحاويات اللي بتشكل اكثر من 70% من الحركه الاجماليه مزبوط، والبعض بيقول انه هلا في مناقصه لتشغيل الحاويات مفترض انه تصير هلا بهالوقت. لحتى خبرك شغله اللي هيدي في شركه اسمها بي سي تي سي بيروت كونتينر تيرمينال كوربوريشن نعم عملوا مناقصه بال 2005 2004 لمين اللي شغل هاي محطة الحاويات؟ نعم نحن قبل ما يكون عندنا محطة حاويات مرفق بيروت كان يتعاطى ب 300,000 كونتينر نعم 300,000 كونتينر، اجت هيدي الشركة شركة ربحتها هلا من 2005 من 2005 بعد نعم
حتى خبرك شغلي، هاي شغلة أساسية يعني بعتقدها 10 سنين هي كانت ومشيت. نحن عم نشتغل، تحسن الشغل، شركات العالم استقطبت شركات كل العالم، شركات العالم بيجوا يشتغلوا يعني الشركات الملاحة الكبيرة نعم. نمرة واحد نمرة اثنين نمرة ثلاثة صاروا يجوا كلهم على مرفأ بيروت لأنه هاي المحطة عم تعطيهم خدمات جيدة. مش بس نجيب صرنا بضاعة على لبنان، كمان ما عم بتقلك جيب حركة مسافنة. في شركتين كبار بالعالم اختاروا مرفأ بيروت ليعملوا حركة المسافنة هون بلبنان. لحتى ما بدنا نعمل بس نحكي MMSC هاي شركة إسرائيلية نمرة 2 بالعالم، والCMA والCJM نمرة شركة فرنسية الله يرحمه صاحبها اللبناني جاك سعادي كمان عم تعمل حركة مسافر بلبنان. صار عندنا نحن قيمة مضافة بمرفق بيروت، ومش بس للتاجر اللبناني صار عنده، إن كان الصناعة عنده تجارة، إن كان المستورد العادي التاجر صار عنده هو مع مين بده يشحن بيشحن، ما بقى في احتكار. كل الشركات اللي لها بيجوا على لبنان ومين بده مين ما بده يجيب بضاعة بيقدر يجيب على لبنان بالاسعار اللي بيلاقيها افضل شيء. نعم. هلا هل صار هلا من بعد الحراك، وما عم بقول انا على الحراك، عم بقول انه الاجراءات المصرفيه الجائره اللي عم يطبقوها هيدي خرابه الدنيا. يعني قديش بدها وقت لحتى المناقصه ترجع تمشي؟ هلا المناقصه بدها تمشي، هلا بالمشكل انه المناقصه اذا بده يعملوها هلا حاليا بالكنترال هلا العقد العقد الحالي على كم سنه بدها تنعمل؟ سرعه بالعقد الحالي هيدي نعم موزعه الاربيع 60% لمرفق بيروت و40% للشركه المشغله لمحطه الحاويات. نعم. اذا بده يعملوها هلا ولانه نازله ما في حركه بضلتني يعني هلا هو جديد ما في حركه، اذا بده يعملوها هلا مناقصه مش لحد دم هال 60 ب40 بده يكلها. انا اقترحت انه هلا لانه واحد انت شغله عم تخسرك نعم. اذا بعتها مين ما كان بيجي بيشتريها منك بابخس الاسمين مزبوط، بينما اذا كانت ماشيه طب منطلقه بتجبرك تبيعها بكل شيء بيدفع لك مصاري زياده نعم. وقت عملت المناقصه وكان الوضع جيد اخذوا 60 ب40 على محطة الحاويات على اساس بالسنه بتعمل 600,000 حاويه. نحن صرنا من 300,000 قبل ما يكون في محطه لسنة 2018 مش 2019 1,300,000 حاوية. شوف قديش والسنة بعدها منيحة 1,225,000 نعم. بس هدول الأرقام مش رح نشوفهم بقى نعم. هيدي أساسا عم بحكي إنه 40% حركة مسافنة، شيل هدول حركة مسافنة ما بقى في منهم بيقشط يعني كان قاشط بس ليش ما بقى في منهم استاذ إلي؟ نعم. ليه ما بقى في منهم المسافنة؟ لا أقول أنا لو إذا بتشيل المسافة يعني ما بقول في شيء، ما بقول في شيء للاقتصاد المحلي. طب اليوم وقت اللي بنقول إنه يعني الحركة على مرفق بيروت عم تتراجع، يعني إذا بتسمح لي بدي يعني أنا وياك يعني نتشارك نعم. نعطي يعني بعض الأرقام عن تراجع مجموع البواخر 6%. يعني دائما عم بيكون في عندنا نحن أمور عن وزن البضائع المستوردة والمصدرة كمان 15% نعم. السيارات المستوردة والمعاد تصديرها بحرا 11%، الحاويات 4%، حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي انخفضت 15%. شفت هيدي هون 15 بينما المسافة اللي قدي عندك ارتفعت 16%. هيدا هلا عوض، وقال لك لو ما في حركة مسافة نعم هال 16% كانوا موجودين، بس ايش حركه المسافه يعني عوضت النقص بالاستيراد للاستهلاك المحلي. طيب اليوم يعني ماذا يعني تراجع حركه المرفق بال 2019 خلال 11 شهر 14%؟ نعم. يعني احنا عم نحكي عن مبالغ عن مبالغ شو لكن شو عن ايرادات يعني كان مرفق بيروتي نعم. يجيب بالسنه 235 مليون دولار نعم. هلا ما وصل ل 200 مليون. طيب اليوم وقت اللي انا بعرفك انت متفائل، ولكن انت بتقول ترقبوا التراجع الأسوأ في العام 2020. اذا انا أسوأ إذا ضموا المصاريف ما فتحوا للعالم تجيب بضاعة. طب حضرتك أنت جريء وقلت إنه بالملأ أنا بدي أتقدم بشكوى على جمعية المصاريف مزبوط. إذا بقيت على موقفها مزبوط. يعني نحن من اليوم قديه بدنا ننطر لحتى أنت تنفذ اللي حكيته؟ بدي أنا قلي
حتى ما يكون بس كلام بكلام. لانه ما تاخذني بالكلمه الصناعيه مثل ما انا عم فكر انت بده يعملوا كمان. كمان. وجمعيه التجار كمان ذات الشيء بده يعمل، مش انه انا اخترعت البارود يعني. بس انت اعلنت علنا. انا بدي اعلن لك ما بقدر امشي بده، رح نختنق. في اختناق مش بس من مش قطاع البحري، الواجهه القطاع البحري واجهه الاقتصاد. نعم. اذا الصناعي ما بيقدر يجيب، اذا الصناعي ما بيقدر يجيب ماتيريال كريميال مواد اوليه، بكره شو بده يعمل بالوصفين؟ خبر لي خيي، شهر وشهرين بده يقول له اقعدوا ببيوتكم. طب احنا هلا نحن بالشهر الاول من عام 2020، قديش ممكن نقول بتتحملوا بعد انتم بقطاع المرفأ عمال واداريين؟ هلا شوف كل واحد حسب حجم اعماله. نعم. هلا مثلا عندي 10 موظفين كيف بيعملوا؟ ما عندي مشكله، بس انا عندي 150 موظف كيف بده يعملوا؟ خبرني. مش بس كقطاع بالبحر، عم بحب بكل القطاعات. طب برجع بكرر السؤال، يعني انت قد ايه بدك وقت لحتى يعني تتقدم بشكوى؟ اذا بقي الوقع الوضع على حاله، قد ايش بدك تشوف انا المستشار القانوني تبع الشركه تبع تبع الغرفه؟ نعم. هو اللي يوجهنا يعني. بس انا بعت انذار لانه قلت له انا اذا بضم ايش الجواب ولا لا؟ لا ما في، لحتى بعت لحاكم مصرف لبنان ما في. هاي مع الاسف الشديد يعني. طب برايك يعني هذا القطاع اللي هلا نحن عم نحكي فيه اذا بقي الحال على حاله يعني كارثه كارثه كارثه. مش بس ليك انتبه، ما عم بحكي انا انه كقطاع نقل. لان قطاع كنت عم بقول لك هو الواجهه يعني. قطاع النقل اذا انا ما جبت بضاعه نعم للتجار وللصناعيين، ما هن كمان شو بده يصير فيهم؟ انا عندهم موظفين وعندهم عمال بسكروا. انا بتذكر بال 2019 عملنا كذا مقابله لانه صار العمل سنة ايام بالمرفأ وناس عم بيقولوا بنقدر وما بنقدر يعني. لك هلا شو بحب يعني هلا مثلا كرايم مش على الطريق لاقي في عجقه سير بنبسط انه معناتها في حركه، بس وقت تمشي على بالطريق لحالك شو بكون؟ بلد ميت. الحركه كيف اليوم على البور اليوم؟ لحد هلا لحد اليوم ايه. اليوم كيف؟ خلص بلشنا رجوع لانه الاعتمادات خلصت. نعم. والتاجر لازم او الصناعه والتاجر لازم يكون فتح اعتماداته. نعم. لم يستقبل يكون نعم. فيكون عنده استمراريه بالعمل. طب كم يوم عم نشتغل على البور اليوم؟ عم بيشتغل البور 24 ما عنده سبعة ايام ست ايام سبعة ايام 24 كل سنه محطه الحيات، هي محطه الحيات الحيات مصرف. نعم. هي الحيات ولمرفق بيروت، يعني 70% من حركه بيروت هي بحركه الحاويات. عم بقول لك كان 300,000 بالسنه صرنا 1,300,000. كنا من سنتين ثلاثة دخلنا نحن مرفق بيروت كان بين المرافق المية الأولى بالعالم. نعم. بالعالم هذا ما حدا بيحكي فيه. المية بالعالم؟ بين مرافق المية بالعالم بيعملوا كانوا فوق المليون كونتينر. نعم. طب مع الأسف الشديد. طب كل المعطيات اللي هلا نحن عم نحكي فيها عن التراجع اللي حضرتك أنت أشرت له، يعني بالمقارنة مع كل السنوات اللي مرقت، سألتك من شوي سؤال، واقع المرفأ ممكن او يجيز لعلنا الوقت نقول بيشبه شيء سنه من هالسنوات اللي مرقنا فيها؟ لا ما في خلص هن كانوا كلهم متخوفين انه بال 2011 وقت صارت حرب السوريه مع الاسف الشديد. نعم. انه كل القطاعات تكلها هي كل القطاعات اكلت من عدم قطاع النقل البحري، لانه مثل ما قلت لك حطوا عقوبات دوليه على سوريا. نعم. سوريا عندما انفصل وحيد من لبنان تجيب بضاعة، صار التاجر اللبناني اللي كان عم يجيب للاستهلاك المحلي بالشهر 10 كونتينر صار يجيب 30 كونتينر. نعم. مثل ما بتعرفي بسوريا 25 مليون زلمة بده ياكلوا ويشربوا، صار عم يمون القطاع السوق اللبناني والسوق السوري. طب برأيك يعني هلا بس هذا العكس، هلا صرنا نجيب بضاعة من سوريا نحن إذا ضمينا هيك. مع الاسف قلبت بسرعه يعني. مع الاسف. طب بدي لك ايه استاذ لي اليوم يعني اللي لفتني بالختام انه منعكم من تحويل اجور الشحن البحري للخارج اللي بتستوفيها يعني الشركه. هيدي لك يا خيي انا وكيل بحري. ايه يعني انا وغيري. نعم. يعني في كثير نقعد اجور شحن من المستورد اللي بجيب بضاعه ما بكون دافع يعني يقولوا له هونيك، بتقول للشركه
حضرتك جايب معي بضاعي باب منه 10,000 دولار بهالحاله شو بيصير؟ شو راح يتغير؟ لازم موجودين المصريات بالبنك. بهالحاله شو راح يصير يعني؟ بجوز ما بقعد يجيب يا خيي، انا صار بدي منك 10 مليون دولار ما بتحول لي اياهم، شو بدي اعمل؟ قديش المبالغ المحجوزه بالبنك؟ ايه؟ قديش المبالغ رصيد المبالغ المحجوزه؟ ملايين في شركات. نعم بالشهر 4 5 مليون 6 مليون بالشهر. نعم بدي اقبض موالين لهالشركه لبرا ما بقدر احولهم، وبعدين بتقول لك الشركه شو بدي ضم مبلغ انا بركي صار مشكل، بلا بركي صار شيء بهالمصاري، كيف بدي اقبض مصرياتي انا؟ كارثه كارثه يعني حقيقه. يعني ان شاء الله هذه الكارثه ما تطول يلي نحن هلا عايشينها، ونقدر نلاقي نحن وانتم والمعنيين والمسؤولين يعني حلول بتمنى تكون سريعة وعاجلة، ما بدنا نكون عم نحكي نحن لمجرد الكلام، لأن الواقع المستجد يحتاج لعناية وعناية. خبرك شغلي اللي. أنا نشدت أهم شغلة تفضل، إنه الحراك الشعبي والمسؤولين بالدولة واللي بيقدروا يحلوا يربطوا بأسرع ما يعملوا حكومة إنقاذ نزيهة وشريفة لنخلص البلد ونكون راضيين كل العالم عليها، لانه هيدي بتعطي نتفة امل للبناني انه يرجع يستعيد لبنان حياته الطبيعيه. نحن مش عايشين بحياه طبيعيه. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله الله ياخذ يعني بهذا الدعاء منك انت ونوصل الى حل يعني عاجل وسريع لازمتنا الاقتصاديه والوطنيه ويرجع كل شيء لوضعه الطبيعي. انا بدي اشكرك استاذ اهلا أهل وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا. علي زخور رئيس الغرفه الدوليه للملاحه في بيروت. انا بشكرك على الاستضافه. شكرا يا سيدي، اهلا وسهلا فيك. فاصل للاعلان وبنرجع نتابع سوا. بعدنا معكم متابعين سوا، مشاكل وحلول، صناعتنا في خطر، عمالنا في خطر، آخر صرخة آخر فرصة. مشان هيك وجهت جمعية الصناعيين دعوة لأضخم تجمع صناعي لإسماع المسؤولين المعنيين صرخة الصناعة الوطنية، يطلقها مجلس إدارة جمعية الصناعيين إذن بالتعاون مع كل الصناعيين يوم غد الثلاثاء بعدما وصل هذا القطاع الصناعي إلى الخط الأحمر، وبعد أن تتالت مطالبة الصناعيين لمصرف لبنان بوضع آليات مناسبة لفتح اعتمادات لاستيراد المواد الأولية. مع ضيفنا رئيس تجمع صناعي شويفات وجواره كمال الرفاعي نبدأ القسم الثاني من مشاكل وحلول. أهلا وسهلا فيك. مسيك بالخير، أنا ممنونكم يعني بطلعوا شرخة الصناعة دايما على شاشتكم الكريمة، يعني عز وكرامة لتلفزيون لبنان لأنه كان تلفزيون لكل لبنان لكل مواطنين. خليلي كستيس كمال، يعني بهمني كنا نلتقي معكم تنحكي عن إنجازات ونجاحات الصناعيين اللبنانيين بلبنان وبالعالم، ولكن اليوم عندنا فرصة لآخر صرخة وآخر فرصة، ليش بكرة آخر فرصة؟ الواقع الصناعي في أزمة كبيرة، ونحن كصناعيين نعم دائما كنا نحن نطلع ونقول لكم شو انجازاتنا وشو المستقبل حنساوي. نعم للاسف تفاجئنا الا 3 اشهر 4 اشهر ما حدا كان متصور ان الصناعه توصل في خطر كثير كبير على الصناعه من عدم التعاون بين البنوك وبين مصرف لبنان لتحويل حق المواد الاوليه. طيب اليوم الصناعه كيف بده يشغل معمله إذا ما عنده مواد أولية يقدر يجيبها من خارج؟ نعم. وفي صناعات كبيرة بتعتمد اليوم على المواد الأولية حتى تخلي هالعمال اللبنانيين اللي عم شغل منهم ألوف الألوف. نعم. عندك 195 ألف عامل. نعم. 200 ألف عامل هول عم يشغلهم هن وعائلاتهم. طب إذا دول نحن لا سمح الله توقفنا المعامل والمصانع مش كيش حتكون على لبنان؟ وين نروح فين هون؟ هون جريمة على المجتمع بيصيروا 200 ألف عامل. لذلك احنا عم نقول لهم للمصارف لحاكم مشرف لبنان الصناعة بخطر. بس حكيتوا كتير قبل وحكينا كتير، بس نحن هلا شو رح يتغير بكرة؟ ليش قايلين آخر فرصة لأنه ما عم نقدر بقى نعتمد على الواقع الحالي اللي احنا ماشيين فيه. كل يوم عم ننزف من موادنا الأولية. نعم. في اصناف كثيره من بعض الصناعيين عم تلاقي حالها انه ما بتقدر تصنعها. نعم. مين عم يحل محلك؟ يا المستورد
يا عم بصير في فراغ. طب اليوم البعض بيقول انه هذا التحرك بكره لحد يسد فراغ او ثغره لعدم وجود اداره ازمه من وقت اللي صارت هذه الازمه من 3-4 أشهر لليوم، يعني ببرنامجكم بكره كصناعيين رح تعلنوا مخطط، رح تعلنوا توصيات، رح يكون في خطوه اساسيه ستتابع ميدانيا على الارض استاذ كمال؟ نحن عملنا هذا النداء. نعم. غدا ان شاء الله بالبيال الساعه 2:30 نعم بعد الظهر، جميع الصناعيين من جميع المناطق اللبنانيه من الجنوب للشمال للبقاع كلنا يد واحده كتف بكتف بكره الصناعيين في لبيال لنعطي اخر فرصه لانقاذ الصناعه ان شاء الله. ولكن رح تبقى معك بدي اخذ اتصال من معالي وزير السياحه السابق ورئيس جمعيه الصناعيين السابق فادي عبود. الو. الو صباح الخير معالي الوزير، بدي احييك عبر مشاكل وحلول. اليوم حضرتك كصناعي معني بهذا المؤتمر والتجمع الضخم اللي رح يصير بكره بعد الظهر، بهمني اسالك ليش بكره اخر صرخه اخر فرصه، يعني بعد غد شو هي المستجدات المفترض انكم تتابعوها؟ شوف المشكله الاساسيه هي فرص العمل. فرص العمل نعم. المصانع اذا ما قدرت جابت وامنت مواد الخام تبعها لا حتما بدها تنوس شوي شوي، وبدها تضطر انها تستغني عن خدمات الموظفين والعمال اللي عندها. لا وهذا موضوع لا المجتمع اللبناني قادر يحمله ولا الوضع الاجتماعي. يعني تصور انه اليوم بلبنان تزيد على العاطلين عن العمل عشرات الالاف من العمال. نعم. الوضع الصناعي دقيق جدا، وبالتالي الصناعي يروح يشتري دولاراته ب 2200 و 2300 و 2400 ويحول سلف لتوصل البضاعه بعد 3 أشهر لعنده، معناته عم نحكم عليه على الصناعه بالاداء. نعم. والأسوأ يلي نحن ما في بلد بالعالم يعني عمل اللي نحن عم نعمله بما يتعلق بالمصدرين. واضح. تصور انه يعني كل بلدان العالم اللي صادموا اصابة لبنان، مثلا مصر، مثلا تركيا او اليونان او الارجنتين، اول شغله بيعملها المسؤول بيبعث ورا المصدرين، تعالوا يا جماعه نشوف شو فينا نعمل احنا وياكم، لانه نحن ببلدنا صار الدولار الزلمه. المصدر يلي عم بيدخل عمله صعبه على البلد ما حدا عم يحكي معه. ما حدا عم يحكي معه. يعني ما حدا عم بيكمل الحوار مع السوريين لنقدر نأمن الشحن البري إلى العراق وإلى الخليج. هيدي بالنسبة للصناعة اللبنانية موضوع حياة أو موت. موضوع ما حدا عم بيتعاطى فيه. ما حدا عم بيتعاطى فيه. شغلة لا تصدق ولكن الواقع. من ناحية ثانية يعني الصناعة اللي بيصدر عم بيدخل عمل صعبة على البلد. لا. فتركين الصناعة المصدر كمان تركين الصناعة الغير مصدر. وهو مش قادرين ولا عملوا لنا ميكانيزم مع المصارف تبعنا لا نقدر نحن نصدر او حتى نستورد مواد خام للسوق المحلي. ان شاء الله معالي الوزير، يعني كلكم رح تكونوا صرخه واحده صوت واحد بكره. يعني برجع بكرر انه بعد غد، يعني بعد هذا المؤتمر اللي رح يكون بسي سايد ارينا، شو رح يتغير معالي الوزير بكل صراحه؟ شوف يعني ما عودنا المسؤول بلبنان. نعم. ولكن انا هالمره رح اكون واضح وصريح. انا الاثنين الماضي زرت فخامه الرئيس. نعم. وحطيته بالجو، وكان فخامة الرئيس أكثر من متفاهم لهالموضوع، وطبعا اعتبر أنه إذا توقفت عجلة الصناعة يعني توقف البلد كله. لا. فتكون صادق يعني أنا بعتقد في أذان صاغية، ونحن حابين أنه الرأي العام يعرف. أولا نحن حابين أنه كل شيء فيه منه من الصناعة اللبنانية ما يشتري اللبناني المستورد، لأنه إذا يعني اتكلنا على عدة وزارات ومنها وزارة الاقتصاد بأن تحط رسوم على الأشياء المستوردة قبل ما وقعت الواقعة، بس بالطبع ما كان في أذان صاغية، حطوا بضعة أصناف وما طبقوها على كل بلدان العالم. فبالتالي نحن اليوم نتمنى أن يكون في أذان صاغية إن شاء الله، وعم نعلي الصوت ليكون المسؤول عارف
انه اذا استمرينا بهيدي السياسه رح تكبر المشكله، رح يخسر عشرات الالوف من العمال مصدر رزقهم. نعم. وبالتالي رح تقفل المصانع، وهذا موضوع مش هوبرة يعني وخوف مصطنع. احنا لقينا حل للقمح، لقينا حل يعني للخبز، ولقينا حل للأدوية، ولقينا حل للمحروقات. نحن عم نطلب حل اليوم لأكثر من 150 ألف عامل بالصناعة، وإذا بتحسب كمان الناس اللي مش دايركت بالصناعة، بس الصناعة بتشتري مازوت وبتشتري قطع غيار وبتشتري كهرباء وبتشتري قد أشياء من يعني السوق المحلي. إذا تخربت الصناعة بلبنان عندك يمكن فوق 200 ألف إنسان بدهم يتأثروا بمشاكل الصناعة. إن شاء الله كل هذا من ناشد. يعني اذا بتسمح لي معالي الوزير، يعني بدي اطلب منك بالختام شو بدك تقول، لانه نحن رح نكون واقفين بكره معكم ميدانيا على الارض، وبهمني انه نقدر نوصل الصوره مثل ما هي. بالختام شو بتحب تقول معالي الوزير؟ بالختام بالواقع نحن رح نكون واقعيين وبانتظار الحكومه الجديده، ولكن نحن نتامل من الجميع يكون في تحرك جدي جدا لايجاد حلول. صندوق ممول من الدول الأوروبية ومن الدول الخليجية ممكن أن يتم بلبنان، لأنه هذا المال بيرجع. يعني نحن قادرين نصدر كل صادراتنا أو مبيعاتنا المحلية، فبالتالي نتمنى يكون في تجاوب. وكمان الحديث صار مع حاكم مصرف لبنان، شفته أنا كمان، وأبدأ كل استعداد إن شاء الله يعني في صندوق خاص لاستيراد مواد الخام للصناعة اللبنانية. شكرا لك معالي الوزير فادي عبود، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. استاذ كمال، يعني صرخت معالي الوزير يعني بمكانه وبموقعه، ولكن من خلال عنوانكم انه الصناعه بخطر والعمال بخطر، يعني في تهديد انه فرص عمل كثير كبيره نخسرها بلبنان، عمال يقعدوا ببيوتهم، والعدد المقدر بدايه مثل ما قال معالي الوزير 50,000. صحيح، يعني انت قطاع السياحه والفنادق وبعض الشركات الأخرى عنده 26 ألف وظيفة فقدت من عندهم. تسرحوا بالصناعة، شو عندنا بقى الصناعة إذا لا سمح الله وصلنا لهالمأذق الكبير؟ يعني عندك 50 ألف عامل وين بتروح فيهم؟ مشكلة كبيرة. بقى لذلك أنا عندي اقتراح، تفضل، حكيته فيه لبس حكيت فيه سابقا، بطلب من حاكم مصرف لبنان، مصرف لبنان اليوم عنده اعتماد بمية، خلي الصناعة يدفع 25 من العمل اللي عنده بالدولار، و25 اللي بيعطينا اياهم بالمية يعني من مصرف لبنان من السوق الرديف 25. لا الدولار غالي. لا خليني افسر لك كيف. تفضل. اذا بنعتبر حالنا عندنا 100 اعتماد ب 100 دولار، نعم، الصناعة بيدفع 25 بالدولار من قيمته بالدولار، و25 الثاني بيدفع لنا اياه مصرف لبنان ب 1517 او 18. طب انت ال 25 بدك تدفعه الدولار من وين تجيبه؟ نحن من بندلفي عنده من الصناعيين، عنده الاحتياط شوي. خميري. نعم خميري. ال 50 الباقية. نعم. ال 50 الباقية. أنا بطلب من مصرف لبنان، ما نحن اعتماداتنا على 90 يوم. نعم. خليه يأمن لنا إياهم ب 1750 ونحن بندفع ال 750 الفرق عنه، ناخذ نعطيه باللبناني حتى نقصر الوضع الصيرفي اللي عم يشتروا الصناعيين دولارهم ب 2000 وطلوع. يعني بكون بنك المركزي ال 50 الثاني الشق الثاني اخذها ب 750 زياده على 1500 250 ليره، والصناعي بيكون وفر عليه مبلغ كبير ماشي من برا. اليوم قد ايه الدولار عندك فكره؟ اليوم الدولار ب 2300 مثلا، اليوم الصناعي بياخذ نص اعتماد ب 1750، كون مصرف لبنان اخذ قسم من ربحه لإله، كسرنا شوي من الضغط على العمله اللبنانيه من عند الصرافين، بكون هيك انتجنا شويه عموله للبنك المركزي، والصناعي بيكون دفع فرق شوي بسيط ال 50 الباقيه من الاعتماد ب 1750. انا معك أنا معك ببرنامج بكره، شو هي العناوين العريضه اللي توافقتوا انكم تطرحوها؟ هلا في طبعا جمعيه الصناعيين اللبنانيين مع الجميع حتى النواب الصناعيين حيكون حاضر؟ طبعا كلهم حيكونوا حاضرين،
وعندهم برنامج عمل وحيطرحوا إن شاء الله. بس نعم. برجع كمان بقول للمصاريف نعم. هالأرباح اللي عملوها آخر 10 سنين وحكي مشرف لبنان قال لهم عنها تقدر بين 5 إلى 6 مليار يتفضلوا يرجعوها ويصرفوا منها شوية لهالمودعين حتى يقدروا يترحرحوا ويشتغلوا منهم التجار والصناعيين والسياحة. البنوك عندها دور كبير لازم تلعبه بهالمرحلة اللي احنا مع بدء 2020. القطاع الصناعي كيف أزمته بهذه المرحلة؟ بلشت متعثرة هذه السنة ولا موعودين بشوية انفراجات؟ لأنه العنوان آخر صرخة آخر فرصة بخوف بقول أنه بعد بكرة أنه أنتوا رح تحطوا يعني النقاط على حروفها لنقول هذه هي المشكلة. نحن من قبل عيد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية الصناعة كانت بخطر. هلأ وصلنا للحضيض للأسف. عملتوا كتير مؤتمرات اجتماعات جانبية بالغرفة وما حدا عم بيسمعنا ونواب يعني المجلس النيابي الصناعيين كانوا موجودين معكم. شو استجد يعني؟ هلأ لذلك نحن عملنا نهار الثلاثة غدا تجمع صناعيين لبنانيين مع كل صناعيين ونحن منهم تجمع صناعيين شوي فات وجوار ايد بايد كتف بكتف حتى ننقذ الصناعة. يا جماعة اتركوا الصناعة تمشي شوي حتى ما تفقد عمالها وصير كارثة على المجتمع اللبناني. لا يجوز يوعوا هالسياسيين المصارف شوية تحط حالها كمان معنا أكتر ومصرف لبناني تفضل يتحرك معنا وبهالفرصة اللي عم نعطيها إنه إذا فتحنا اعتماد نحن عم نتحمل شوي وهو بيتحمل الربع والنص حنعطيه فرصة لإله يعملوا على سعر معين حتى نوقف المضاربة بخارج البنوك والبنوك تبقى هي مرتاحة والمصنع والمصانع مرتاحة والصرافة شوية أخذت همدت من الأسعار العالية. استاذ كمال نحن رح نرافقكم بكرة يعني بهذا التجمع الصناعي. تلفزيون لبنان بيكون دايما حد الصناعة وبحب الصناعة اللبنانية وبيشجعها وبهمه انه هذه الصناعة تبقى بحالتها الممتازة مش الجيدة. شو بتحب تقول بالختام للناس المعنيين بهذا القطاع؟ شو مفترض انه يواكبوكم بكرة وما بعد هذا المؤتمر؟ الصرخة برسم مين رح تكون؟ جمعية المصارف، حاكم مصرف لبنان، وزارة الصناعة، مين رح تخاطبه بكرة؟ الصرخة بكرة للصناعيين هي درجة أولى لحماية المجتمع اللبناني. نعم. حماية اللبنانيين، حماية الاقتصاد اللبناني، حماية العمال وعائلاتهم. بتمنى على كل اللي عم بيسمعونا بكرة إن شاء الله يوعوا إن لبنان بخطر. لبنان بخطر، لبنان بخطر. نداء لكم يا جماعة، اوعوا يا مصرف لبنان، المصارف والحكومة والمسؤولين، ما بقى تناموا عم خدة أمان من وراء سرقتنا غدا إن شاء الله. أنا بدي أشكرك كمال الرفاعي رئيس تجمع صناعي شويفات وجوارة، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم وسرقتنا معكم. شكرا لك أصدقائي، نحن وصلنا لنهاية حلقة اليوم، بنلتقي إن الله راد معكم بكرة بحلقة جديدة. إلى اللقاء.